طبعا. وفي حاجه بقى عايز اقولها برضو، ان احنا التاريخ ده هو حببني في كل الشخصيات اللي كانت رياضيه ولا سياسيه ولا فنيه ولا اجتماعيه. انا عندي 50 سنه، انا قعدت من سن 5 سنين اشجع الاهلي، 45 سنه ها في لقطه واحده، اللقطه دي ما انساهاش وانا عند الحسين والازهر. كابتن الخطيب نازل وفي النادي الاهلي، وكابتن شطه، كابتن طاهر الشيخ، كابتن مصطفى عبده، محسن، كابتن محسن صالح، العمالقه دول، الشعر الكبير وبتاع حاجه. انا عايز اقول بس دي رساله للشباب اللي بيحب ناديه يعني. فلما والدتي شالتني كده وبعمل الكابتن الخطيب كده، فالناس واقفه كتير، وعمل لي انا كده عشان شافنا صغير، وبعمل له كده وبعمل له كده، وهرد عليا الايه؟ شوف شوف الحنيه والجمال. ها فضلتها 45 سنه. انا امنيتي امنيتي في حياتي ان انا كابتن، اقابل الكابتن الخطيب. وحضرتك ما قابلتوش قريب؟ ما قابلتوش. من سن 5 سنين. لا 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 لا، بالمحبه دي كلها والله ما قابلتوش من عندها 5 سنين. جمعت 7545 قطعه وثائقيه لتاريخ الكابتن الخطيب، بدايته، النصر، الاهلي، اصاباته، احزانه، فرحه، بطولاته، كل صوره فوتوغرافيه النوادره، حاجات النادي بتاعته، حاجات كان هو بيطلع بره ده صحيح. هيلاقي نفسه كنز اصلا عند حضرتك. الجميل ان انا اشوفه مره واحده عشان احقق ايه؟ امنيه والدتي. لا يعني من وانا صغير خلاص والله يا بقول لها نفسي اشوف الكابتن. قالت لي يا ابني لما تكبر ماشي. ها ده مش كتير عليا يعني، انا خمسه يعني، انا والدي توفى وانا عندي الله يرحمه وانا عندي 33 سنه، وكانت امراتي في امراتي في اول حمل ابنها، فعشت مع والدي 33 سنه. انا عايش مع الكابتن الخطيب 50 سنه. ده انت عينيك مدمعه وانت بتقول اللي بتقوله ده. بحب بحب ده، اصلي انا لا اتاكد ان اكيد يعني طبعا يسعدنا لو كان كابتن الخطيب بنفسه بيتابع واي حد بيناسب يعني. بصراحه ابدا يعني، لاني انا بحب التاريخ، كل نجوم الاهلي بحبهم. كابتن خطيب تاريخ لوحده 45 طبعًا. سنه بوسه في الهواء بيعملها لي كده بفرحه مش قادر انساها، مش قادر. والدتي ربنا يديها الصحه عايشه، هي موجوده، وقالت له انا صغير كابتن. لا هنوعدك والله، وهو يعني حتى لو مش بيتابعنا دلوقتي هو بيتابع عامه، هو ما بيتاخرش على حد، فنوعدك مره في النادي لما يبقى موجود والله تروح وتقابله، حتى تديله الحاجات اللي انت مجمعها. انا بدعي كتير يعني. والله انا وصيت ربنا عز وجل. طيب خلاص ان شاء الله يحصل. وصيت ربنا رب. واحنا كنا في كل المجالات، في انتخابات، في علاقه. تاريخ الكابتن الخطيب تاريخ عظيم. طبعا انا ليه بقول الكابتن الخطيب؟ لان هو القيمه والرمز نادي الاهلي الان، وكل النجوم اللي كانوا بيلعبوا في نادي الاهلي كلهم يعني قوام عظيم. صحيح. حاجه محترمه. صحيح. وهو ده اللي عاشقنا في الاهلي، وده اللي حببنا في الاهلي، وده اللي مخلينا على عهد مع النادي الاهلي. شوف ازاي، وانا في الانتخابات كنت انا في دبي، كنت متابع الانتخابات، احنا بره قاعدين بنقول ايه ده؟ ايه الشفافيه في الانتخابات ده؟ ايه العظمه دي؟ لا وحضرتك مش اهلاوي تقليدي، مش مشجع عادي بشكل كلاسيكي، انت راجل بتشع شغف ومحبه للنادي الاهلي. انا وانا بتكلم عن الاهلي انا بتكلم من قلبي. طبعا انا طبعا. والله العظيم انا والدتي كل ماتش الاهلي، الاهلي يكسب، حتى في اخر لحظات في الظروف الصعبه، محمد مبروك، انا بكلمه اقول يا رب الاهلي يكسب، عشان انت بتنبسط لما الاهلي يكسب تسعدك. انا ربنا يبسطك ويفرحك دايما. خرجت عن السياق. لا 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 بالعكس، ده هو بس الانسانيات دي تبقى فوق طبعًا. اي شيء. طبعا ده هي اللي بتدي كمان للتاريخ طعم على فكره، لما تيجي تحلل كل الاشياء كله كده. صحيح. انسانيات ومبادئ وقيم وعكسه في دسائس وخيال كل حاجه، ولكن انسانيات بتكسب. طبعا. المبادئ بتكسب، الاخلاق مهما يكون في اعتداء على الاخلاق والمبادئ والقيم بتكسب، المبادئ والقيم اللي هي شعار النادي الاهلي. صحيح. ونختم بالكلام ده الجميل بقى.